الصحة تؤكد انتهاء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بجميع المحافظات اليوم. أكدت وزارة الصحة والسكان أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بجميع المحافظات سوف تنتهي اليوم الأربعاء، على أن يكون هناك حملة أخرى خلال شهر من انتهاء الحملة الأولى. وقالت وزارة الصحة والسكان إن الحملة بتستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم وحتى 5 سنين، وبتستهدف 16 مليون و700 ألف طفل من جميع محافظات الجمهورية. بتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال اللي بتنفذها وزارة الصحة والسكان سنوياً للحفاظ على مصر خالية من المرض، وده في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وإن المحافظات الأعلى في تردد المواطنين على الحملة هي الشرقية، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، البحيرة، الغربية وإسكندرية، وده بنسبة تغطية تجاوزت 90%.